الوصفه دي هستخدم فيها يا اما بسكوت شوكولاته مطحون، يا اما بقيه الكيك اللي انا شلته من على وش الكب كيك المتوفر عندكم وقتها. عندي بسكوت شوكولاته هطحنه في الكبه، ماشي. عندي بواقي وش الكب كيك اللي انا لسه شايلاه حالا هستخدمه، ماشي. في الحالتين هحط معايا جبنه كريمي وهطحنهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما اقدر اشكل منهم كوره. واخد بالك؟ استنوا عليا. بعد ما فرست وشلت الجلوفز الكبيره هم رجعوها لي تاني في العلبه. اموت نفسي؟ مش عارفه اعمل ايه. بسكوت مطحون، جبنه كريمي، ها، شوكولاته بيضة متدوبه، شوكولاته غامقه متدوبه، ممكن يبقوا نوع واحد على فكره، مش اي مشكله خالص، ممكن نوع واحد شوكولاته. هخلط الكلام ده كويس جدا مع بعضه لحد ما يمتزج خالص خالص ويقدر يشكل لي كور. كويس. هاخد الكور دي اي حجم انا عايزاه وابتدي اشكلها. بعد ما اشكلها هحطها على صاج عليه ورق زبده وادخلها الفريزر. اما تطلع من الفريزر هقوم جايبه شوكولاته متدوبه على حمام مائي واقوم منزله الكوره جوه الشوكولاته واقوم لفه الكوره جواها اطلعها اتخلص من باقي الشوكولاته انزل الكوره هنا والشوكولاته لسه سخنه عليها ابتدي اديها السبرينكلز الاحمر والاخضر اللي هما الالوان بتاعه الكريسماس. استلف حاجه من هنا عشان ده انا حاطه فيه ابيض كمان. نعمل واحده كمان. يلا الكوره هتنزل هنا هتتلف جوه الشوكولاته هتطلع على الطرف تك 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 اتخلص من كل الشوكولاته الزياده واحط هنا بسلي نفسي اهو. والشوكولاته لسه سايحه اقوم جايبه السبرينكلز ونازله عليها.